سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف ان شاء الله. اليوم كيف كتشوفوا غادي نوجد معكم واحد الطنجيه بالعنقه ديال البيبي في الكوكوط، كتجي معلكه واكثر من رائعه، بحال الطنجيه اللي كنطيبوا في الفرناتي. وغادي نرافقها بواحد العصير اقتصادي وزوين بزاف. إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. ودابا نبداو على بركة الله في المكونات. بسم الله، هنا عندنا كيلو ديال العنقة ديال البيبي مقطعين طراف صغار، عندي الزيتون الحامض مصير، عندي البصلة مشلضة، عندي 6 الفصوص ديال الثومة، ورقة الرند، عندي هنا في التوابل تحميرة، فلفل أسود، سكينجبير، القزبر يابس، الملح، الكمون، الخرقوم، وعندي هنا الثوم بودرة وزيت الزيتون، نص كاس تقريبا ديال زيت الزيتون. هنا ما كنديروش الماء نهائيا، ما كنحتاجوش الماء، كنطيبوها غير في هذاك نص كاس ديال الزويته باش كتجي معلكه وكتطلق. طلق لنا البصله ديالها مع دوك التوابل، هذاك المارق نتوما تلاحظوا معايا ان شاء الله من نعطب الوصفه، وغتشوفوا المارق ديالها خاتة تبارك الله. نجيبو الطنجره ديالنا ديال الضغط الكوكوط ونوضعو فيها العنوقه. نقدروا البنات نعوضوا هاد العنوقه بالدجاج، الفخوذه ديال الدجاج ولا الفخوذه ديال البيبي، نقدروا نعوضوها باي حاجه. ونوضعو من فوق منهم البصله اللي عندنا ديجا مشلضه، ونزيدو ديك الثومه. نخليو، انا كنفضل تخليو هاد الثومه هكاك بلا ما تقطعوها، هي اصلا عالذوب مع الطياب. ونوضعوا ورقة الرند، ونضيفوا العطرية ديالنا كاملة، وهنا البنات نشرملو مزيان هاد العنوقة مع التوابل والزيت والبصلة، ونزيدو معلقة ديال السمن. أنا نسيتها في الأول موريتهاش ليكم مع المكونات، غنزيدو ديك معلقة ديال السمن ونحركو مزيان حتى تدخل هاد العطرية في العنوقة ويتشرملو مزيان، ونوضعو عليهم الحامض مصير والزيتون. هنا البنات من بعد ما تاكدنا بان المكونات كلهم تجانسوا مع بعضياتهم، غادي نسد عليهم الكوكوط ونوضعوها فوق النار، وغادي نقصوا النار بزاف، النار تكون مهيله، ونخليوها تقريبا لمده 45 دقيقه على الاقل على النار.
اخوات ديالي، من بعد ما وضعت الكوكوط فوق البوطه غادي نوجد معكم واحد العصير زوين بزاف، اقتصادي ومنعش. غادي نرافقوه مع الطنجيه ان شاء الله. ولهذا العصير غادي نحتاجو بنانه، جوج خزوات مسلوقين ومقطعين شرائح، عندي دانون بنكهه الخوخ او المونغ. هاد النكهات كيتواتاو لينا بزاف مع خيزو. ونحتاجو عصير ليمون وجوج معالق ديال السكر سنيده. غادي نجيبو الخلاط ديالنا نوضعو فيه خيزو والبنان ونزيدو عليه دانون بنكهه، انا هنا عندي اللي متوفر عندي في الدار بنكهه المونغ، هو اللي استعملت في العصير. ونزيدو عليه جوج معالق ديال السكر سنيده. نقدروا نستغناو على السكر سنيده، نكتفيو غير بالحلاوه الطبيعيه اللي كاينه في البنان والليمون حفاظا على صحتنا. واللي كيبغي الحلاوه بزاف يقدر يضيف السكر. نضيفوا على هذه المكونات عصير البرتقال. هنا عندي تقريبا لتر لاروب ديال العصير. نوضعوا كل شيء في الخلاط ونطحنوا جيدا ونطلقوا من بعد ان شاء الله. العصير ديالنا البنات من بعد ما وجد كيف كيجي، خاطر ولذيذ والمذاق يا سلام. وكيف كتشوفوا حتى الطنجيه جات معلكه والمرق ديالها خاطر. كيف كتشوفوا هاد الوصفه بنينه بزاف وسهله، والشكل ديال الطبق رائع والمذاق اروع. كيف كتلاحظوا كنتمنى البنات تجربوها، غير تبعوا المراحل اللي درت وردوا لي الخبر، وما تنسوش تجربوا حتى العصير غادي ينفعكم في هذا الصيف مع الوليدات، غادي يعجبهم بزاف انا متاكده. غير جربوها البنات. ما تنساوش البنات تخليو ليا في التعاليق كيف جاوكم الوصفات ديال اليوم، رايكم كيهمني بزاف ونصائحكم كنقدرهم وكندير بهم وكنعزهم وعلى راسي من الفوق. والان الحبيبات ديالي ما بقى ليا غير نقول لكم في هذه الاثناء بالصحه والراحه وشهيه طيبه، وما بقى ليا غير نودعكم مع امل اللقاء بكم في فيديو اخر ان شاء الله، ومع وصفه جديده وطبق جديد. كونوا في الموعد حبيباتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم سالمين وغانمين، مع السلامه.